استاذ محمد لا تقولها مقتنع بها الامريكان يريدون استقرار العراق. اجيب لك التصاريح مال الامريكان كلهم يقولون يابا. لا 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 احنا استاذ وفاء احنا سياسيين يابا. التصريحات شيء والمواقف شيء والوضع شيء ثاني. يعني انت مقتنع بهاي التصريحات؟ اذا مقتنع بهاي التصريحات يعني هذا شأنك استاذ محمد. ايه يعني دقيقه استاذ محمد. ايه اولا الاقليم وخاصه البيشمركه مع الجيش العراقي مع الحشد كلهم اصبحوا حلفاء في الحرب ضد داعش. ايه صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ والاستقرار الامني مهما تريد لو تقبل لو ما تقبل الامريكان مشارك في الاستقرار الامني. زين هاي ثانيه خاصه في حرب داعش. هو داعش منو اللي سواه؟ هو داعش منو اللي سواه؟ هو داعش منو اللي سواه حتى استقال الامريكان؟ يا اخي الامريكان صار لنا 20 سنه لعبوا بالدنيا بالبلد طوبه دمروا الدنيا. صحيح. يعني هسه نكذب على ارواحنا نكذب على شعبنا مثلا؟ ليش تكذب على شعبنا؟ اقول لك خلاص ما نكذب عليه احنا امام الراي عام. ما يحتاجون قصدي ما يحتاجون يصير رساله للسيد مسعود برزاني هم مباشره قالوها هم ايه؟ طق بطق يقولوها احنا ايش نسوي ايش نسوي ايش نسوي ماكو داعي سيد مسعود البرزاني بعده انما سيد مسعود يعني لو لم يكن لو لم يكن مسعود برزاني حليف في الامريكان استقبلوا الجماعه بهذا الشكل؟ لا لا يا اخي الجماعه استقبلوا لانه اكو بعض الاشياء الجماعه يعرفون كل قياديين الاطار التنسيقي اكثريتهم المخضرمين كانوا وقت المعارضه في الاقليم وهم اصدقاء السيد مسعود البرزاني والسيد مسعود البرزاني احد يا حبيبي احد رموز الدوله العميقه احد الاعمده السياسيه شلون ما يستقبلوه؟ يعني انت قاعد تحكي على شخصيه نضاليه اولى بزمن النظام الباد العراقي